السلام عليكم، كنشكركم على هذا الالتفات، كنشكروا قناة أخباركم على التغطية ديال هذا الحدث اللي اليوم هو حدث اللي كيتمثل في السرقة ديال مجموعة من المنازل هنا بحي المنزه، لأن كاين مجموعة من الأشياء اللي غير مضبوطة. اليوم كنعيشوا في الرعب، لأن يوميا كيتسرقوا مجموعة من المنازل. كان اليوم يعني بعد الافطار جاوا شي سراق يسرقوا واحد المنزل هنايا، يعني هذا الشيء بشكل يومي، يعني يوميا حنا عايشين في الرعب، عايشين مجموعه من الاشياء. اليوم جاوا العناصر ديال الامن قاموا بالواجب ديالهم مشكورين، ولكن في حد ذاته هذا الشيء ما يكفيش، لاننا حنا يوميا عايشين في الرعب، يوميا يعني ديكلاراسيون بانه كاين سراق في السطوحه ديال المنازل، يعني بشكل يومي. حنا كنطالبوا الجهات المسؤوله اولا بتوفير الاناره بشكل كافي للحي كامل، وكذلك كنطالبوا بالسلطات الامنيه انها توفر لنا الامن في هذه المنطقه هذه بشكل يومي. حنا ما غاديش نعرفوا الطريقه كيفاش غادي يوفروا لنا الامن، ولكن حنايا كساكنه كنطالبوا بتوفير الامن، لانه ولينا عايشين في الرعب، يعني بشكل يومي عايشين في الرعب، سرقات متعدده، مجموعه من المنازل هنايا سرقات. حنا كنطالبوا بتوفير الامن. الاناره ما كايناش هنايا بشكل يعني غير كافي، لان كاين غير جوج ديال البوطويات اللي فيهم الاناره، الباقي الجهات ما فيهاش الاناره. كما كتشوفوا الجهه اللي مليه ما كاينش الاناره، كما كتشوفوا معنا هنايا يعني الساكنه راه خرجت كامله، يعني عايشه في واحد الحاله ديال الرعب. يعني يوميا حنا عايشين في هذه الحاله ديال الرعب، يوميا كنشوفوا ناس سطوحه، يوميا كنشوفوا سرقات متعدده. فنتمنوا ان السلطات المحليه تقوم بالواجب ديالها، لاننا هذا الشيء ولا كيخلع لا الاطفال ديالنا ولا النساء ديالنا. وشكرا لكم على هذه التغطيه. السلام عليكم، انا من الساكنه ديال هذا الحي. الصراحه خص المسؤولين يديروا لنا حل لهذا الحي، وبالاخص الناس ديال هذا السكن، لان ما يعقل لا يعقل ان لانطوراج، يعني الجناني ديال الدار فيه ميط، يعني الشفار يقدر ينقز 84 دار من القنت حتى للقنت بكل سهوله، يعني بنادم يقدر. دابا انت كتبغي تبني، تبغي تطلع غير الجناني ديالك باش دير شويه ديال الامن، يمنعوا عليك باش دير الجناني. علاش كيقول لك منوع؟ ما تخربش في الحيط، خصك رخصه. باش تطلع الرخصه خصك، يقول لك خصك 4 سنين، حتى تسكن 4 سنين عاد باش يمكن لك تبني، يعني باش تطلع الرخصه ما عندكش باش تطلع الرخصه. وخويا هذا راه مشكل، لان دابا الشفار يجي باش يطلع لك للدار راه بكل سهوله، يجي ينقز من فوق، يطلع من الجرده، كيطلع للبالكون، ها هو عندك في السطح. ولهذا دابا يشوفوا كيديروا، يخليو لنا ولا يديروا الامن. اخويا الامن غير كيجي ما يجي كيرقب كيمشي، ما كيديروا والو. الشفاره دابا راه 6 ديال الديور اللي طردقوا، وراه عيب وعار هادشي والله. 6 ديور الناس قاعد داو لهم الفراش ديالهم، كل راه تقريبا في فات السيمانه راه طردقوا 2 ولا 3 ديال الديور، داو لهم كاع الحويجات ديالهم، خربوا لهم الدار ديالهم، ولا اله الا الله. المهم خص ضروري شي حل، لهاد المشكله. وصافي، الله يجازيكم بخير. بصفتي احد ساكنه حي المنزه، وطالب السيد رئيس الجمعيه القرويه لاهل انقاد من اجل توفير الاناره للحي، وتوفير حاويات الازبال، نفايات الازبال الصلبه، وخاصه الحي الذي هو مسكون. هنا كنعرفوا واحد المجموعه نتاع الساكنه هنايا ما تلقاش فين كترمي الازبال ديالها، كترميها غير في الشوارع. لهذا نطالب السيد رئيس المجلس القروي باش يقوم بالواجب دياله، ويوفر لنا الحي الاناره، خاصه الاناره اللي كنطلبوا، الاناره العموميه هي ضروريه للحي، لاننا مهددين ونعيش في ولا نعيش في طمأنينه. والسلام عليكم.